بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ايات وحكايات. ساعات احنا ما بنعرفش ترتيبات ربنا، امور ربنا بعيده عن فهم والاستقصاء، ما تقدرش تستقصيها حتى، ما تعرفش وراها ايه، لكن ربنا عارف. احكي لكم حكايه النهارده غريبه خالص، قريتها لكاتب روسي. بيقول كان في واحد جزمجي، والراجل الجزمجي ده كان فقير جدا جدا، مش عارف يعمل ايه. فمراته قعدت تقول له: يا راجل احنا ما عندناش اكل وما عندناش حاجه، ما تروح تجيب الفلوس اللي ليك عند الناس. فلبس الطاقيه بتاعته، انت عارفين الفرو دي في التلج، بقى عايز التلج ماينس يعني ناقص 40 ولا حاجه، وحط على هدومه البلطو المقطع، الرقع باينه بتاعته، يعني هدومه باينه من تحت، وطلع يخبط: يا عم فلان، يا عم فلان، انا ليه عندك ربع روبيا؟ ما هو هناك بالروبيا. طب خدها اهي. يا عم فلان، انا ليه عندك نص روبيا ومش لاقيين ناكل؟ خد النص روبيا. المهم عادي، جمع له تلات اربع روبيا، وراجع فرحان، عدى على الخماره، شم ريحه الفودكا، قال لك: واو، هي دي، اروح ادفي نفسي شويه بنص ايه، بنص روبيا بس ولا حاجه. دخل صرف التلات اربع روبيا، ورجع: يا مولاي كما خلقتني، ما معهوش ايه ولا مليم. وهو ماشي لقى عند باب الكنيسه بتاعت القريه بتاعتهم واحد راجل قاعد عريان 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 خالص، ما صدقش روحه. فقال له: هي ناقصك عريان في التلج ده؟ ده احنا ناقص 40، وانت عايش ازاي؟ وراح سايبه ماشي. هي قلبه وجعه كده، فرجع له قال له: يا عم انت عريان ازاي؟ ما ينفعش كده. فالراجل بص له قال له: ما انا ما عنديش هدوم. قال له: خد البلطو بتاعي. فراح ملبسه البلطو بتاعه على اللحم. قال له: اقول لك انا برضه لابس شويه هدوم، خد ادي الطاقيه بتاعتي. وراح حاطط له الطاقيه بتاعته الفروه دي فوق راسه، وقال له: تعالى نام معايا في البيت، انا مش هسيبك كده في التلج. ما عندكش بيت؟ قال له: لا. قال له: تعالى معايا. فراح مرته أول ما فتحت شمت ريحة الفودكا، اديته الطريحة المظبوطة: أنت جايب اللي كمان واحد هوملس معاك، أنا مش قاعدة لك في البيت. لمت حاجتها وماشية في منتهى النرفزة، وهي ماشية خدت بالها إن الراجل لابس البلطو بتاع جوزها على اللحم، يعني لحمه باين، فقلبها رق قوي وصعب عليها. فراحت بصله وقالت له: هو أنت اتعشيت؟ لا لا. قالت: طب انا هعمل لك اخر شويه دقيق عندنا خبزيه كده تاكلها. ورجعت تاني وحطت حاجتها وقعدت تخبز للراجل الغريب ده ايه الخبزيه دي. الراجل ابتسم، كان اول مره يبتسم من ساعه ما شافه الراجل. المهم الست هديت عقبال ما عملت الخبزيه، وهي نايمه جنب جوزها كده على الفرن من فوق، بتقول له: الراجل ده كان معاك في الاماره ولا؟ قال لها: لا، ده انا لقيته عريان قدام باب الكنيسه، فصعب عليا قوي. قالت له: صحيح انت بتعمل حاجات كلها غلط، بس كويس انك انقذته. مش عارف ليه قلبي رق قوي وصعب عليا لما شفت لحمه من تحت البتاع ده. قال لها: اشوفه منين ده؟ ما عندوش بيت، وما اشوفه الصبح يعني. المهم الست الصبح راحت تشحت من الناس التانيين شويه اكل ولا شويه دقيق ولا بتاع، والراجل الجزماجي قعد مع مين؟ مع الراجل الغريب. قال له: انت اسمك ايه؟ الراجل قال له: انا اسمي غريب، مش مهم. فقال له: خلاص هسميك غريب يعني. يعني انت ما معكش بطاقه ولا معاك اي حاجه؟ قال له: لا. قال له: طب بتعرف تشتغل ايه؟ قال له: ما بعرفش اشتغل حاجه، بس لو علمتني هتعلم. قال له: خلاص انا هعلمك ازاي تعمل الجزمه وتساعدني يعني. فعلمه. المهم الراجل بقى مشهور جدا جدا، ان عنده جزماتي شاطر جدا. هو الراجل لقط الشغلانه وابتدى يشتغل كويس جدا 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 بطريقه غريبه، لدرجه ان شهره الجزماجي بقت جامده قوي، بيجي له من كل حته في روسيا عشان يعمل لهم جزم، وغني جدا على حس مين؟ الغريب. والغريب قاعد على ترابيزه، كل اللي بيعمله بيشتغل وبياكل وبس، على كده ما بيعملش حاجه تانية. بعد 4 سنين دخل واحد غني جدا من بتوع القصر، هو مراته، بيقول للجزماجي: انا جبت حته جلد اهي من اوروبا، هديها لك تعمل لي جزمه، لو الجزمه اتشققت قطع رقبتك، لو الخياطه اتقطعت قطع رقبتك،
لو الرباط مش عارف جرى له ايه هقطع رقبتك. ها بس هديك فلوس كتير قوي تعملها. فراح الراجل الجزماجي بص للغريب وقال له ايه رايك؟ لتاني مره في 4 سنين لقى بيبتسم وقال له هنعملها له. فراح قال له خلاص هنعملها. الراجل مشي من هنا فده اداله جزماجي ادى للغريب الجلد وقال له اعمل معروف اوعى اوعى تتقطع ولا تعملها غلط ولا خد بالك كويس جدا. قال له حاضر. خدها عملها منتوفلي مش جزمه. الراجل بقى يلطم وضيعتني ضيعت حياتي هي رقبتي. والتاني ما بيتكلمش. ما فيش نص ساعه ولا حاجه لقيوا مرات الراجل الغني بعتها بتقول لو سمحتم ما تعملوش جزمه اعملوا حته الجلد بنتوفلي لان انا جوزي مات وهم عندهم في روسيا لما حد بيموت بيلبسوه بنتوفلي فاعملوا بنتوفلي. فقالوا لها جاهز اهو وراحوا ايه مدينها البنتوفلي. وبعد كده قعد الراجل يشتغل برضو الغريب ده لغايه 7 سنين. فلقي مرات الراجل الجزمجي عماله تقول ايه يا واحده ست جميله قوي ومعاها بنتين في منتهى الجمال بس مش شكلها خالص يعني واحده فيهم بتعرج. الراجل قام واتنطر الغريب وطلع يجري على الشباك وقعد يبص كويس قوي وبص على الست اللي جايه ومعاها العيال ومهتم جدا بيهم يعني. وكل في البيت بيبصوا لبعض هو ايه اللي حصل يعني ده اول مره يهتم بحد. وبعدين دخلت الست فمرات الجزمجي بتقول لها بنتينك حلوين قوي جمال مع انهم مش شكلك والرجليها بايظه دي هنعمل لها جزمه مخصوص. قالت لها اه محتاجه جزمه على فكره دول مش بناتي. الحقيقه كانت جنب القصر بتاعي كان في كوخ او عشه يعني وكان في واحده ست فقيره قوي وبعدين بعد ما جابت البنتين دول ماتت وهي بتموت كسرت رجل واحده فيهم وقعت على رجل واحده وبوظتها وانا كان معايا بيبي ولد فساب عليا البنتين خدتهم عندي بقيت ارضعهم معايا. بعد شويه ابني مات وبقى هم دول بناتي كتبتهم على اسمي وخلاص انا اعتبرتهم بناتي وداخلين مدارس يعني انجليزي اجنبيه ومش عارف ايه وبربيهم احسن تربيه والحمد لله ربنا عوضني عن ابني اللي مات ببنتين جمال مؤدبين وحلوين قوي يعني. والراجل الغريب مهتم بكل كلمه. بس الست مشيت فراح الغريب وقف وقال لهم متهيألي انا لازم امشي دلوقتي. قال له تمشي تروح فين؟ قال لهم بيتي. قال له انت قلت ما عندكش بيت؟ قال لهم الحقيقه انا ملاك. ايه؟ انا ملاك وكان ربنا بعتني اخد روح الست الفقيره اللي جنب القصر. وقعدت تعيط وتقول لي هتاخدني وتسيب عيالي محدش هياخد باله منهم خالص محدش هياخد باله منهم انا لو مت هم هيموتوا في التلج ده. وانا رجعت ربنا قلت له يا رب مش هينفع ناخد روحها لان مين هياخد باله من عيال. فقال لي عشان انت مش لغايه دلوقتي مش قادر تفهم ان امور ربنا بعيده عن الفهم والاستقصاء انزل وخليك بين البشر لغايه ما تتعلم دروس اساسيه جدا. قال له انا اتعلمت 3 دروس مهمين جدا. اول درس شايف فاكر مراتك لما كانت في منتهى العكننه ومره واحده قلبها رق عشان واحد اللي هو انا. فاول درس ان ربنا حاطط في قلب البشر حاجه حلوه، كل بني ادم جواه حاجه حلوه لو قدر يستغلها بيبقى انسان كويس قوي. الحاجه الثانيه ان البشر مش عارفين امتى هيطلعوا فبيقعدوا يرتبوا 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 وهم مش عارفين. الراجل الغني اللي جه قال لك تعمل جزمه وما تقطعش لمده سنه وما تتجرحش لمده سنه والكلام ده انا كنت شايف واحد من زمايلي واقف وراه هياخد روحه اوريدي وهو مش دريان. الحاجه الثالثه اللي انا فعلا اتعلمتها ان ربنا بيرتب لكل الناس. الام اللي ماتت دي لو كانت فضلت عايشه كانت هتربي عيالها في الخطيه عشان تاكل لكن عشان البنات جميل جدا ربنا رتب الست الغنيه دي ادها عيل بس عشان تردحهم وبعد كده يبقوا عيالها ويتربوا كويس. انا خدت بالي وعرفت ان امور ربنا بعيده عن الفهم والاستقصاء ودلوقتي لازم اطلع. فعملوا فاير كبيره قوي او نار كبيره قوي وهو طلع في وسط النار وطلع قدامهم للسماء وخد الدروس اللي هي لازم احنا كمان ناخدها ان امور ربنا احنا مش بنفهمها. ما تقعدش تسأل كتير. ربنا ما ينفعش يتسأل. ربنا يتقال له أشكرك بس. No more. ربنا يدينا كلنا حياة الشكر
وقبول ما يعطينا الله، لأنه هو العارف بخفايا البشر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات آيات وحكايات. الحلقة بتاعت النهاردة بتكلمنا عن إن كل أشياء معا تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رومية 8. كل الأشياء، ما قالش شيء أو شيء لا. أنت بتحب ربنا؟ بتحبه بجد؟ يبقى كل أشياء تعمل معا للخير، لأن هو ربنا أصلا بيحبك كمان ومش ناسي حبك ليه. ففي حاجات بتشوفها كده شكلها وحش قوي ومتعبة قوي وممكن تخليك يعني تقريبا تفقد إيمانك وتقعد تقول هو فين ربنا وليه ربنا ناسيني وليه ربنا مش بيحبني. لا يا حبيبي، بيحبك، وكل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون رب، حتى لو كان الأشياء دي شكلها مش حلو قوي. صدقني صدقني، يقول لك كان في ملك وعنده وزير مؤمن مسيحي يعني، وكان الملك مسيحي برضو بس يظهر نص ونص يعني. فالوزير كل شويه يقول له ايه؟ كله الخير يا سيادة الملك، كله الخير. فالملك كان يفوت له كده وخلاص يعني، كله الخير كله الخير يعني. انت عارف في ناس عندهم لازمه كده يعني تلاقي نفسك بتقول كلمه وانت مش واخد بالك، زي ما انا مثلا بقول حبيبي حبيبي على طول مش باخد بالي. فكله الخير، الوزير ده كان دايما يقول ايه؟ كله الخير. جه في مره الملك وهو ماسك السلاح بتاعه قبل ما يطلع لرحله صيد، بينظف البتاع ويظهر داس على الزناد، راحت الطلقه طلعت قطعت صباعه، ما مغرق الدنيا. وجي الوزير جري والناس كلها جريت عشان تنقذ الملك يعني، تشوف صفاه ولا طبعا. فالوزير بيقول له معلش يا جلالة الملك، كله الخير كله الخير. قال له كله الخير ايه؟ انت ما بتفهمش خالص يعني، انت شايف صباع مقطوع ومغرق الدنيا وتقول لي كله الخير؟ قال له بالتأكيد كله الخير، ربنا قايل كده كله الخير. فقال له لا، انت بصراحة عندها معتوه، حطوه في السجن، حطوه في السجن، مش عاوز اشوفه شو تاني. يعني ايه كل الخير؟ صباعي اللي اتقطع كل الخير؟ الراجل ده مش طبيعي. وصباع الملك خف بعد شويه، ما خفش يعني، لزقه صباعه مقطوع بس مكان قطع يعني وكده خف. وشويه وطلع لرحله صيد، وهو بقى طلع في رحله الصيد بتاعته بعد عن الحرس بتوعه شويه، وقع في ايد قبيله من القبائل اللي بتقدم ذبائح بشريه، مسكوه خدوه، انا ملك ولا ملك ولا احزنوه، خدوه حطوه على المسجد بتاعهم عشان يولعوا في نار ويقدموه ذبيحه بشريه لالههم. قبل ما يولعوا النار على طول واحد قال استنوا يا جماعه استنوا، ده عنده صباع مقطوع. بصوا عليه كلهم، عنده صباع. راح الكاهن الوثني ده قال لا، احنا لازم نقدم لربنا ذبيحه كامله ما فيهاش اي عيب. فراحوا مقومين وقالوا له امشي، انت ما ينفعش تتقدم ذبيحه. فرجع تاني للجنود بتوعه وخدوه ورجعوه القصر تاني، وفعلا كانت مغامره متعبه جدا ومرعبه. ويقول لك ايه، اول ما رجع افتكر كلام الوزير بتاعه اللي سجنه من شويه، وقال يا نهار ابيض، ده فعلا كان للخير، حتى صباعي كان للخير. طلعوه من السجن، فراحوا مطلعينه من السجن وجايبينه حضنه وقال له حقك عليا ان انا سجنتك. فعلا طلع للخير، ان انت كلامك مظبوط. وحكى له الحكايه وقال له لولا ان صباعي مقطوع كان زماني مت دلوقتي. فراح الوزير قاعد يقول له اتس اوكي، كله الخير كله الخير. قال له لا، انا بعتذر لك على اني سجنتك. قال له ما كله الخير كله الخير. قال له حتى سجنك برضو كله الخير؟ قال له طبعا، لان انا لو مش مسجون كنت هاجي معاك وكانوا هيقبضوا علي انا ويقدموني ذبيحه بدالك ويسيبوك انت، فحتى سجني كان للخير. فالملك فهم وعرف ان فعلا كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. خلي عندك ثقه، ما دام ربنا بيحبك فكله للخير، حتى لو انت شايفها مش للخير صدقني للخير. ما قبلتش في الشغلانه دي، يبقى في خير تاني مستنيك. ما قابلتش في ما البنت دي ما قبلتكش عشان تتجوزها، ما يهمكش، في واحده تانية مستنياك كله للخير. اي حاجه في حياتك
كلها مترتبة حسب ترتيب إلهي. ما دمت أنت بتحب ربنا وما دمت أنت بتثق في ربنا، تأكد أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.